السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي متابعي قناة الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. في هذه الحلقة سوف أتكلم عن موضوع يتعلق بكيفية إيجاد عناوين المترجمين والأطباء المحلفين، وأريد فقط توضيح فكرة، وهو أنني وضعت سابقا فيديو يتعلق بهذا الأمر تقريبا في سنة 2016 أو أوائل 2017، وضحت فيه كيفية البحث أو يعني البحث عن طبيب معتمد أو مترجم معتمد من طرف القنصلية الأمريكية في البلدان العربية من أجل القيام بأمور يعني البحث يعني تحليل طبي وترجمة الوثائق. في هذا الموقع، في هذه الحلقة سوف أوضح أمر يعني سهل عليكم وجميع الناس الذين يشاهدون القناة في جميع الدول، في جميع الدول بدون استثناء، لا سواء العربية ولا آسيا ولا أوروبا ولا أمريكا الجنوبية أو أي دولة، ويريد التقديم على القرعة الأمريكية أو يريد البحث عن طبيب معتمد أو مترجم معتمد، يمكنه الدخول على هذا الموقع. وهذا الموقع تابع لوزارة الخارجية الأمريكية، يعني ليس أي موقع أو منتدى أنشأه إنسان ما، بل موقع تابع لوزارة الخارجية الأمريكية. لذلك أقول دائما أنني أضع مواقع يعني معتمدة رسمية، ليست يعني بلوج أو منتديات يعني هكذا. فلكي لا أطلع عليكم، كل ما عليكم القيام به هو الدخول مثلا إلى محرك جوجل وكتابة هذه الكلمة Submit Supporting Documents، نضغط على البحث، نذهب إلى هذا الاختيار الثاني. أوكي، سوف يأخذنا إلى هذا الموقع. كما تلاحظون هذا الموقع خاص بالقرعة الأمريكية Diversity Visa Program. أوكي، لاحظوا Travel State Gov اللي هي وزارة الخارجية US Department of State. أوكي، فليس موقع يعني عادي. نذهب إلى أسفل الصفحة لأنني لا أريد الإطالة، لذلك أحاول أن أسرع. فنذهب إلى هذه الكلمة، هذه الكلمة يعني List of US Embassies and Consulates، يعني لائحة القنصليات والسفارات المعتمدة في الدول، والبحث بالمدن، يعني تبحث باسم المدينة. عندما تضغط على هذا الرابط سوف يأخذك إلى هذه الصفحة. في هذه الصفحة تجدون جميع المدن التي يعني ربما تقطنون فيها. مثلا هنا بالنسبة للمغاربة نذهب نختار الدار البيضاء، ألجيريا بالنسبة للجزائريين، نذهب إلى كايرو بالنسبة للمصريين، العديد العديد، يعني لا أريد مسقط، العديد من الدول. كما قلت لا أريد الإطالة في هذه الأشياء، لكن سوف أركز يعني عفوا على ثلاث مدن، ثلاث دول، وكما قلت الروابط هنا، أو أربع دول. سوف أختار مثلا الدوحة في قطر. فبالنسبة مثلا للمغاربة يمكنكم الدخول على هذا، وهو الرابط الأصلي للقنصلية الأمريكية في الدار البيضاء. تجدون هنا العنوان، تجدون هنا الهاتف، تجدون هنا الإيميل، يعني جميع المعلومات تجدونها. أوكي، نذهب إلى هنا Medical Exam Instructions، تجدون أسماء الأطباء المعتمدون Approved Physicians، الأطباء المعتمدون هنا في المغرب. أوكي، هنا نجد الوثائق التي يجب عليك جلبها إلى موعد البحث يعني الفحص الطبي، رسالة المقابلة، يعني الرسالة التي تأتيك يخبرك بأن عندك مقابلة، جواز سفرك، أربع صور فوتوغرافية، وكابي من الإيمونيزيشن ريكوردز، يعني نسخة من التلقيحات الخاصة بك. هنا تجدون الثمن بالدرهم المغربي. بعد ذلك ننزل إلى أسفل الصفحة، نجد هنا كلمة List of Translators التي هي لائحة بالمترجمين المعتمدين، نضغط عليها.
يأخذنا إلى هنا. هنا نجد لائحة بأسماء المدن المهمة في المغرب: أكادير، بن ملال، كازابلانكا، الجديدة. نختار مثلا مدينة الدار البيضاء، تجد جميع المترجمين المعتمدين كما تلاحظين. مرة أخرى نقول في المغرب مترجم محلف، لأن هناك بعض أخ من السودان قال لي أنني خلقت مشكل بقولي مترجم محلف عوض أن أقول مترجم معتمد، وهي فقط مفردات. يعني المهم هو المعلومة، لا يهمني يعني الاختلاف في المفرد. يعني أنتم مثلا في السودان تقول مترجم معتمد، نحن في المغرب نقول مترجم محلف عادي. المهم هو أنه المهم هو المعنى، المهم هو الهدف فقط. فكما تلاحظون يعني نريد مثلا الضغط على مدينة أخرى، نمكن الذهاب إلى مدينة مراكش كذلك. هنا نجد المترجمين المعتمدين. فهذا على العموم مثلا ما يخص بالناس المغاربة. المغاربة أوكي. الآن نذهب إلى الجزائر. مثلا بالجزائر، القنصل الأمريكي بالجزائر، مرة أخرى العنوان، الهاتف، الإيميل، أي شيء تريدون الاتصال بالقنصلية تجدونها. جميع المعلومات متواجدة هنا بالعربية والفرنسية كما تلاحظون. الميديكال اكزام انستراكشنز، هذو هما الأطباء ابروفد فيزيشنز في الجزائر. كما تلاحظ مثلا هنا في الجزائر، هنا فقط الجزائر العاصمة، لا أعلم بالنسبة للمدن الأخرى. هنا الوثائق مرة أخرى. بالنسبة للترجمة لا أعلم هل عندهم رابط للترجمة أم لا، لكن كما قلت يمكنكم لأي إنسان لم يجد رابط للترجمة أو الأطباء يمكنه الدخول على الموقع أو الاتصال بالقنصلية. يعني لأنني لا أريد الإطالة في هذا الفيديو، أريد فقط توضيح الأمور وإعطاء رؤوس الأقلام، وعليكم يعني إكمال البحث. نذهب عند الإخوان المصريين مرة أخرى، هذا العنوان الخاص بالقنصلية أو المكتب تبع القنصلية في القاهرة. نذهب مرة أخرى إلى ميديكال إكزام، هذو هما الأطباء المعتمدين Approved Physicians. دائما تجدون يعني الوثائق المطلوبة هنا على الأسفل. لاحظوا بأن المغاربة طلب منهم 4 صور، هنا طلب من المصريين 3 صور. هذا فقط لأوضح لذلك الأخ السوداني اللي وضع التعليق بأنني يعني أعطي أمور مغلوطة. فلاحظ الفرق أخي السوداني، لاحظ، لا أتذكر اسمك أعتذر. لاحظ هناك اختلافات، يعني الأمر هو واحد، لا هو القرعة الأمريكية مثلا، لكن الأمور تختلف من دولة أخرى. لذلك كتبت لك في التعليق أنني لا أضل الناس، ولا تحكم على الناس بهذه الطريقة أخي. يعني مرة أخرى لا تحكم، لأنك لا تعرف نوايا الناس. أوكي، عندما قلت مترجم محلف قال بأنني أضل الناس. نعم، في المغرب نقول مترجم محلف. في المغرب نذهب إلى مكتب المترجم الذي يقوم بالترجمة، لا نذهب إلى معاهد، لا نذهب إلى جامعات. ليس هناك في الجامعات المغربية مثلا محل للترجمة. جميع المترجمين عندهم مكاتب مستقلة. إذا كان الأمر في السودان فكما قلت الأمور تختلف من دولة أخرى، لكن حاول أن لا تعمم. عندما تضع تعليق حاول لا تعمم وتقول للأخ المصري عليك الذهاب إلى الجامعة في مصر أو المعهد في مصر لأنك سوف. يعني أخي مرة أخرى أنا لا أعمم. لذلك لاحظت أن في هذا الفيديو أعطيت يعني اخترت دول من أجل توضيح أن الأمور تختلف من دولة إلى أخرى. نذهب هنا مثلا إلى الدوحة قطر، نضغط هنا. لاحظوا بأنه في الدول السابقة يعني كالمغرب والجزائر ومصر نجد approved physicians، يعني دكاترة معتمدون. هنا نجد approved clinic وهو مختلف. فقط أخي السوداني لاحظ بأن مرة أخرى الأمور تختلف من دولة إلى دولة أخرى. أوكي، عمان بالأردن مرة أخرى، القنصلية الأمريكية بعمان. نضغط على هذه الدكاترة المعتمدون كما تلاحظون. لاحظوا هنا صورتين فوتوغرافيتين، المغاربة 4. ذهبنا مثلا مصر طلبوا 3 صور، هنا طلبوا صورتين. فمرة أخرى أخي لاحظ هناك اختلاف بين الدول. أوكي، هنا الأثمنة الخاصة بـ 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 في الفحص.
يعني أي دولة هناك أثمنة خاصة بالفحص حسب عملة الدولة. هنا أعتقد الدينار الإمارات، عفوا الأردن أو شيئا من هذا القبيل. فمرة أخرى، هذا هو الموقع الذي يمكنكم الدخول إليه وإيجاد جميع المعلومات الخاصة بالأطباء أو المترجمين المعتمدين من طرف قنصليات الولايات المتحدة الأمريكية في الخارج. أتمنى أن هذه المعلومة تكون مفيدة إن شاء الله، وحاولوا يعني عمل شير لهذا الفيديو حتى تستفيد، أن هناك العديد من الناس خصوصا من يقدمون للقرعة أول مرة، وخصوصا الفتيات الذين اللواتي ليس لهم دراية، و يعني تصل العديد من الإيميلات من الأخوات يعني لا يعلمون العديد من الأمور. فمرة أخرى أضع فيديو ربما سنة أو سنتين ثم أعيده بطريقة أخرى حتى فقط تعم الفائدة. فمرة أخرى أتمنى أن المعلومات تكون مفيدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.